بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. إنها رحلة، رحلة رجل أو رحلة حرفة، بل رحلة أسرة ضربت بجذورها فأينعت وأثمرت. ولئن كانت الرحلات توحي بالراحة والمتعة، فإن رحلتنا هذه قد طبعت آثارها في رمال الصحراء مهتدية بأنوار النجوم لتروي قصة رجل وثق بالأرض فأعطته، اطمأن للسماء فرعت. قصة الحاج محمد علي. فمن هو الحاج محمد علي؟ أنا وجهت السؤال هذا ذاته إلى عمي محمد، كان رجل كبير جدا، وأكبر واحد من آل محمد علي كان موجود في الأحساء في المبرز في سنة 56، يعني نتكلم عن عمر ما شاء الله مديد. سألته عن أصولنا لأن أنا شد انتباهي أنه كان يتكلم بلهجة نجدية، بينما عياله والحريم وكذا والآخرين اللي موجودين كانوا يتكلمون بلهجة أحسائية مثل ما نقول. فقال لي أن أصلنا من حوطة بني تميم. حوطة بني تميم تقع في جنوب غرب الرياض حاليا، وقريبة من يعني من وادي دواسر. وادي دواسر مو بعيد عنهم وايد. فيقول أن في ذاك الوقت كان تقريبا قبل 180 سنة إلى 200 سنة صارت هجرة، لما نحسبها الآن تقريبا كانت شوية فوق 250 سنة صارت هجرة من حوطة بني تميم. نزحوا كل آل محمد علي، جاءوا إلى الأحساء. لو إحنا نوقت ذاك الوقت في الأحداث اللي تصير في الجزيرة العربية، هذه تتوائم مع حركة محمد بن عبد الوهاب والمشاكل اللي كانت داخل السعودية نتيجة حركة محمد بن عبد الوهاب. فهم كلهم التجوا، آخرين طبعاً آذ النمر وغيرهم جاءوا إلى الأحساء. يقول في الأحساء كان بس يعني للأغلبية من نوع من البس مثل ما نقول إحنا ترانزيت. الجزء القليل استقام منهم بالأحساء، أما العدد الأكبر فواصل هجرته إلى الكويت. حقيقة حسب ما استقرينا من الوثائق اللي يمكن لدى حوزة الأوقاف الجعفرية وما سمعنا من يعني أبائنا وأجدادنا، في أكو اثنين محمد علي. محمد علي الكبير اللي تندرج تحته آل محمد علي وآل العطار وآل عبد المحسن وآل أحمد والعبد الله، وفي محمد علي اللي أبنائه حسن وسلمان وموسى وعبد الله. العائلة أساساً تواجدت وتجمعت في منطقة الحساء وظلت فترة طويلة في هذه المنطقة، وانتقلت من الأحساء وياك الكويت. أنا على حد علمي أن أكو ما يسمى بالعدسانيات اللي هي الوثائق
العدساني اللي كان يصدرها العدساني احد اللي كانوا قضاة في ذاك الوقت، يوثقون شراء الاراضي. اكو وثيقه عدسانيه ترجع الى اواخر القرن الثامن عشر اللي هي 1700 وكسور باسم ناس من بيت محمد علي. ففي ذاك الوقت كان في الحد الادنى كان في ناس من بيت محمد علي شارين اراضي وتسجلت باساميهم في ذاك الوقت، يعني ما الفتره يعني قبلها ايضا كانوا موجودين. وانتقال بيت محمد علي بكافه عوائل، مجموعه يعني عائله ومجموعه اسر تضمها، ما تمت كلها بمرحله واحده، على مراحل، لعل حتى في اوائل العشرينات كانت لا زالوا ناس يجون ويستقرون في الكويت. إذا أرجع أنا إلى يدي ناصر اللي هو انولد ب 1899 زين وبالكويت، وخلنا نقول بعد يدي حسين اللي هو أبو يعني عطى بعد فرق يمكن 30-40 سنة، يعني أقدر أنا أقول أن محمد يعني العائلة بحدود 300 سنة تقريبا إذا بناخذهم إحنا من يدي ناصر حسين وحسن محمد علي، تقريبا هي نعطيها التاريخ هذا بهالفترة هذه. والله آل محمد علي في منطقة اسمها المبرز كانت مركزهم فيها في الحسن، عيالهم انتقلوا إلى الدمام. الدمام أنا رايح لهم بس ما أتذكر المنطقة شني، منطقة تجارية هناك فيهم تجار ذهب، فيهم صاغة، فيهم يتعاملون بأسهم السعودية، بعقارات سعودية يعيشون. لكل راحل عذره ولكل مسافر آماله، فما الذي جاء برب هذه الأسرة إلى هذه الأرض الطيبة؟ شلون جت الكويت؟ أعتقد أن في عاملين يعني، وهالعاملين هذا مشتركة فيها جميع الشعوب، يعني عملية الهجرة بذاك الوقت يحددها شيئين، واحد اللي هو الحاجة إلى لقمة العيش، وإحنا ما نقول بداوة 100% بس إنما طبيعة البشرة تتحرك وين مصدر العيش، ولوقتنا الحالي يعني أن يشوفون وين المكان اللي ممكن يرتاحون لو يشتغلون فيه، أو في ناس تبلغهم بعد اللي طلعوا قبلهم قالوا لهم ترى طلعوا من هالأرض روحوا الأرض الثانية، أو يكون عامل يكون في ضغط اجتماعي مثلا، أو يكون مثلا في مشاكل أسرية تخلي هذا. طبعا في ذاك الوقت كان سكان الكويت من يعني من الحضر عامة، طبعا كان في عوازم بس العوازم في يعتبرون يعني ساكنين برا الكويت كمدينة أو كقرية كبيرة، فسكنهم داخل السور الأولي اللي الآن قريب من المسجد الكبير، مسجد الدولة الكبير، ذاك الوقت يسمونه فريج شيوخ. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، آية تشير بها الأسر الطيبة إلى أسرة محمد علي. فماذا يقول اللاحقون عن السابقين؟ ماذا تقول الثمرة عن الشجرة؟ والله لازم أنا أكد على هذه المقدمة بأنه ليس من العصبية أن تحب قومك، ولكن من العصبية أن ترى شرارة قومك خيرا من خيار قوم آخرين. أهم ما يميز عائلة محمد علي هي حالة التدين، التدين الفطري، التدين السهل، التدين البسيط، تدين مبني على فكر وثقافة أهل البيت عليهم السلام، وهذا لعله له انعكاساته المهمة. عشان كذي من أوائل الحسينيات اللي انبلت في الكويت بنت بجهود العائلة، طبعا ما هي الجهد الوحيد، طبعا في أسر أخرى ساهمت مشكورة في بناء الحسينية الجعفرية، ولكن كان لهم الريادة خلينا نقول القيادة في الحسينية هذه، ولهم إساماتهم في كثير من الأمور الأخرى كلها تعكس
ان اكو حس تدين والتدين صار عنصر مثل ما اقول قطب تدور عليه راحات العائله، وعشان كذي كان مجلسهم الرئيسي والاساسي في الزمانات كانت الجعفريه. الأجيال السابقة عانت في معاناة، زين مرت عليهم أزمات في أيام قحط، في أمراض، وفي أيام خير، فشافوا الويلات من يعني كثير من محمد علي من اشتغل فيهم في البحر يعني في الغوص، ومنهم من اشتغل في التجارة هم عن طريق البحر والسفن، ومنهم اشتغلوا يعني ظلوا بالصياغة، وكيد العيش كان ذاك الوقت وايد صعب. كفرد أنا في هذه الأسرة الحقيقة أفتخر أن تكون فعلاً أسرة مثل أسرة آل المحمدي محمد علي، من الأسر القديمة اللي شاركت في الاقتصاد وشاركت في البناء الكويتي، هذا يشرفني شرفاً عظيماً يعني. قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: تعرضوا للتجارة فإن فيها غنى لكم عما في أيدي الناس، وإن الله عز وجل يحب المحترف الأمين. آل محمد علي ادخلوا في أكثر من حرف الواقع على حسب ما هو ما يحتاج المجتمع، الصياغة جزء، ولكن أيضا اشتغلوا في بزازة بيع الخام. الحقيقة والدي كان مهني، كان مهني يشتغل بالصياغة أولا، وكان يبيع أقمشة. استفدت منه أشياء كثيرة عن الوالد الله يرحمه، لأنه كان يعلمني على قيادة الأمور بنفسي. هي الحقيقة الحرفة تخلي الإنسان يعتمد على نفسه اعتماد كلي من غير ما يلتجئ للآخرين. أول ما يأخذونك هناك تتعلم مثل السفينة، يقول يأخذونك تباب. إحنا قبل أول ما نتعلم كنا ننظف المحل، ننظف الورشة، لأن نظافتها فيها ذهب، يعني حتى الفضلات اللي تبقى من الورشة هذه فيها ذهب. فيعلمونا احنا شلون نجمع، يسمونها الجماعة، شلون نجمع الجماعة هذه علشان بعدين احنا نضيفها ونطلع منها الذهب. هم حرفيين ومبدعين بالحرفة، يعني هم جابوا اصلا حرفهم وياهم من نجد الى الاحساء الى الكويت، يعني ما جاوا هنا وتعلموا، لا هم اساسا انتقلوا بفنهم. الصائغ فنان، لأن الصائغ لما يقعد يرسم الحلي أو المجوهرات اللي بيصنعها ينظر لها كفنان. ومنها تتدرج، إن أول شيء يعلمونك شلون تقص مثلاً سلك، شلون تسحب الذهب، بعدين تبتدي إن مثلاً يعلمونك إن شلون تسوي الكرة، زين البدائيات، بعدين عاد تبتدي تتفنن فيها، يعني مع الوقت تبتدي تعرف الأسرارها كلها، لأنها تبتدي صغيرة وتكبر هي مع الوالد. حقيقة الحرفة الأولى مثل ما قلت لك هي الصياغة، في حرفة ثانية مارسوها عيال عمي هي القلافة اللي مع الأخشاب الأبوام والسفن، وأيضا صناعة البشوت، خياطة البشوت، أهم هذه حرفة فيها فن وفيها يعني تعب. شاركوا في بناء السور، في حرب الجهرة، في طبعا تقدم الاقتصاد الكويتي يعني من القديم للحين، يعني هم دائما مشاركين يعني مثلهم مثل الشعب الكويتي يعني. والله في الاونه الاخيره عندنا تعليم، صار عندنا ثلاث يعني كم واحد صاروا مدرسين، وهم يعتبرون مدرسين الاوائل في الكويت، اللي هو علي الحسن العلي وحسن ناصر محمد علي ويوسف العلي عبد المحسن، هذا لهم يعتبرون مدرسين في هذا، هم هذا اللي تعلموا يعني من حتى العائلة، هذا اللي طلعوا بدارس المدرسين الأوائل في الكويت. آباؤنا وأجدادنا لم يدخلوا الجامعات ولم يحترفوا مهن طب وهندسة ومحاماة واقتصاد ومال وإلى آخره، مما يمتهنه جيلنا الآن من آل محمد علي. لكن المهم ليس المهنة بحد ذاتها أو الحرفة بحد ذاتها، بل القيم التي
تسير عليها أثناء أدائك لهذه الحرب. لئن كان لهذه الأسرة مساهماتها في كل مجال، فإنها ولا شك قد انطلقت من تربية مستمدة من تراث آل محمد عليهم السلام الذي نشأت عليها هذه الأسرة في المساجد والحسينيات. كيف لا وقد رفعت هذه الأسرة القواعد في الحسينية الجعفرية في عام 1911 للميلاد، ومسجد الصحاف في عام 1820 للميلاد. لعل أول مسجد للطائفة الجعفرية في الكويت هو مسجد الصحاف. مسجد الصحاف هو ذو شجون، مسجد تم تأسيسه حسب الوثائق الموجودة، تم تأسيسه سنة 1820، هذا حسب ما هو موثق، لعل التاريخ أبعد من هذا التاريخ. في من يرى أنه لا، بدأ بنهايات القرن اللي قبله اللي هو 1790، وعبارة عن مجموعة من المؤمنين أوقفوا بيوتهم للمسجدية، بيوت مولات متلاصقة أوقفوا للمسجدية. فحسب وثائق مجموعة من العوائل الشيعية أوقفت هذه المنازل للمسجدية، وكان أحدهم أسرة محمد علي. طبعا الأسر كثيرة، ما بي يعني عسى لا أنسى بعضها ولا البعض. أنا اهتمامنا في أسرة محمد علي. طبعا المسجد بدأ في فريج الفري. فريج الفري هو محلة في وسط الكويت، حاليا عند بورصة الكويت مقابل بنك الخليج وبناية الكاظمي. هذا المسجد الموقع الحالي هو نفس الموقع القديم، لعل تم توسعته بإضافة أوقاف جديدة له، كان أحدها وقف الحاج محمد علي آل محمد علي، أوقف بيته وصار الآن ميضاء. الميضاء كان حاليا للمسجد هو وقف الصحاف، إضافة أن نفس الحاج أوقف دكاكين على ذات المسجد وعلى إمام المسجد. بالأخير اللي نستغرق أن آل محمد علي منذ 1800 تقريبا و70 كان لهم إسهامات كثيرة بالأوقاف. الصحاف كان نال نصيب الأسد منه من هذه الأوقاف. كما ذكرت هي جزء كبير أو جزء لا يستهم منه دش داخل المسجد، وما زال في أوقاف أخرى تصرف على المسجد لهذا اليوم من وقف الحاج محمد العلي آل محمد علي الصايغ. بعد تأسيس الحسينية الجعفرية سنة 1911، بعد ما تركوا بيت يدي موسى كحسينية سنة 1903 ابتدوا 1911، صارت الحسينية الجعفرية. كان عمي عبد الله اخويا يدي موسى، ثم جاء بعده ابنه المرحوم الحاج محمد حسين عبد الله المحمد علي، ثم المرحوم الحاج عبد الرسول علي حسين المحمد علي، ثم المرحوم الحاج محمد احمد سلمان المحمد علي. طبعا سلمان اخو عمي عبد الله واخو يدي موسى، كل من عيال عائلة محمد علي. لكل أمة شهداءها الذين تفخر بهم، ولكل أسرة أمنية ليكون أبناؤها شهداء تروي دماءهم من أرض وطنهم. فأي فخر وأي سعادة لأسرة ترى ابنها ملتفا بالعلم قد أدى ما عليه لتبقى أرضه طاهرة نقية. والله أول شيء هم ساهموا بكل فخر وعزة، وهذا مو مجال تفاخر، يعني هم سووها أو قدموها كتضحية لبلدهم، وبيحافظون على هالكيان هذا وبينمونه، لذا ولا يقعدون يفتخرون احنا راح علينا كذا وانقتل علينا كذا شهيد ولا فلان، ما عندهم الشيء، بس يقول لك احنا
هذه ديرتنا واحنا بذلنا الدماء وقت الحاجة. لما تطق حجايجها احنا حاضرين حق الكويت، وهذا كان قول وفعل، فساهموا في حروبها ودافعوا عنها مثل ما ساهموا في بنيانها. والله عندنا أول شهيد كان عبد الأمير علي ناصر الصايق الله يرحمه، هذا طبعا قبل الحرب العراقية الإيرانية وقبل الغزو الكويت سنة 77. طبعا صار الحادث اللي هو استشهد فيه، كان عملية إغاثة بالبحر زين، كان شهر 7 بوقتها، وكان الجو أو شهر 6 بالأحرى، كان الغبار وكذا وما كان بيطولون، بس بعد شيء مقسوم انه يطلع على إذايات المنية خلاص يعني، وطلع وصار كراش بالبحر، والعملية أخذت لها أسبوعين لأن كان الأحوال الجوية كانت كلش تعبانة، ويا وسيفة إنقاذ من البحرين وبوقتها على أساس تبحث بالبحر، تم أسبوعين يلا بعدها لقوها أنها بالبحر. بعدين في عندنا الشهيد الثاني اللي هو ضياء عبد الحميد الصايق الله يرحمه، توفى في أول غزو العراقي أول يوم في طيارته بالهليكوبتر. وفي عندنا الله يرحمه شهيد جمال عبد الحميد عيسى العطار، وعندنا شهيد الواجب اللي هو عماد حسين عبد الله المحمد علي. هذي الأربع شهداء اللي يحضرني أعرف أسامي، إن شاء الله ما نسيت أحد، وهذا إن شاء الله شهداء عند رب العالمين. تتشرف الأمم بتوثيق تاريخها وتسطر الشعوب سيرتها في أسفارها، وأما الأسر فيعمل أعلامها على توطيد أركانها وتدوين شجرتها وحصر أفرعها المباركة. ومن هنا انبرى السيد الفاضل جواد علي موسى لمحمد علي للقيام بتلك المهمة والتي أثمرت عن كتابه القيم دليل العائلة آل محمد علي. إعداد الكتاب هذا طبعا بعد ما احنا كلفنا اللجنتين توزيع الاستمارات، وزعنا أعضاء اللجنة كل شخص مسؤول عن عائلة معينة أو مجموعة من العوائل، بحيث نغطي جميع عوائل محمد علي. هذه العوائل أخذناها بحيث ما ينسي ولا شخص، كل واحد يعبي استمارته بعدد طبعا الأبناء من الأباء الأجداد المتوفين والأبناء الموجودين والأبناء حتى المتوفين، الاسم تاريخ الميلاد وإذا متوفي تاريخ الوفاة، مع المهنة شنو كل واحد شنو مهنته، إذا كان طالب يدرس أو يعمل وين يعمل، أرقام تلفونات والعناوين، لأن اعتبرنا احنا شجرة عائلة ودليل بنفس الوقت حتى يستفيدون منه، واحدة بتصف عيال عمه، واحدة بشخص من عيال عمه يبي يدعيه على زواج على شيء يلقى عنوانه تلفونه، ما عنده عذر يلقى، ما عنده مشكلة. عيال عمنا في الحسا عيال محمد علي مترابطين جدا، مترابطين هناك ودائما مع بعض ودائما شغلهم مع بعض. عيال محمد علي موجودين بس في السعودية وفي الكويت، في السعودية بالأحرى كان بالأول موجودين في منطقة الإحساء، الآن كلهم نجحوا بحكم تجارتهم بحكم طلب رزق استغروا في الدمام، كلهم موجودين في الدمام، ما في أحد بالحسا، ولي بالكويت ظلوا موجودين بالكويت، لكن ظل التواصل الآن معاهم على قولة القائل تجدد
الملتقى آل محمد علي مع بعض، صار في نوع من الشغف، صار نوع من الغبطة والفرح في التقاء العائلي أو الأسري الأكبر من أول. بالأول كان في تزاور يعني ما بين الكويت، بس كان على نطاق محدود، كان على الجيل الكبار. إحنا يمكن لحقنا وما لحقنا ما كنا يمشي حال، لكن الآن تجدد وبقوة، ونتمنى من الله عز وجل أن يستمر اللقاء هذا ويقوى أكثر. في الآن يعني علاقة جدا قوية وتزاور جدا قوي واتصالات، يعني أنا أتكلم عن روحي في اتصالات شبه يومي بيني وبين أهل الدمام. الترابط الأسري وقيم الأسرة هي أساس الأخلاق، وهي أساس ترابط المجتمع ككل. فعندما تتفكك الأسرة تتفكك القيم، ويتفكك المجتمع، وتدخل ظواهر مرضية، تدخل الأمراض النفسية، يدخل الإدمان، يدخل الطلاق وغيره من المشاكل الاجتماعية. والعكس صحيح، عندما تترابط الأسرة يعيش الطفل والشاب في بيئة نظيفة، في جو صحي نفسيا وبدنيا.